السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذي مرة أخرى، نبدأ درس الرياضيات أبطالي. أبطالي الحلوين، نتذكر الأعداد اللي أخذناها بدرس الآحاد والعشرات، نحدد الآحاد والعشرات بهذه الأعداد. أنا راح أخلي تلاميذي الأبطال يشاركون، تقرؤوا لي العدد وتقولوا لي وين الآحاد وين العشرات، اتفقنا؟ يلا حسن، يلا ماما أقرأ العدد. خمسة وأربعون، هذه يا مرتبة حسن؟ شنو ماما؟ الآحاد، آحاد، أحسنت. وهذه أي مرتبة؟ يا مرتبة العشرات، أحسنت، صح، عافية عليك. يلا ريتاج، العدد اللي بعده اقرأي ماما. ستة آحاد ممتاز، عشرات اقرأي العدد كامل. 76. ممتاز يا بطلة، أحسنتي. يلا زينب، يلا حبيبتي اقري العدد. نعم، الآحاد 3 والعشرات 50، يعني صير 53. ممتاز، أحسنتي يا بطلة، صح، عليك، العفو حبيبتي. يلا أحمد اقرأ العدد. 91. أحسنت، هذه يا مرتبة أحمد. الأحاد عفي عليك، وهذه العشرات. ممتاز يا بطل، أحسنت، صح. اللي بعده يلا آدم. نعم يلا آدم، سامي، ماما افتح كاميرتك أشوف. يلا اقرأ العدد. وين 91؟ شو تقول أنت يا عدد، وين وصلنا؟ اللي قبل الأخير؟ يلا ياسر. نعم سانسي، يلا ماما اقرأ العدد. 1. أول شيء اقرأ لي العدد. يا عدد يا هو، أنت تعرف، يلا أنت جاوب. يلا ياسر. 17. عافية عليك، صح، يلا هذه يا مرتبة ياسر. آحاد عافية، وهذه عشرات، أحسنت، صح، عافية عليك. اللي بعده يلا روان اقرأي العدد ماما. 10. أحسنتي، هذه يا مرتبة روان. 0. يا مرتبة أحد لو عشرات، أحد عفي عليك. واللي بعدها عشرات، العشرات، ممتاز عفي عليك، صح. يلا فهد اقرأ لي العدد ماما. ثلاثون، عفية عليك، أي لا هذا الصفر، الثلاثة عشرات، ممتاز يا بطل، أحسنت، صح، عفية عليك. يلا مريم ماخذي. يلا حبيبتي مريم اقري العدد. خمسون، انتي يلا حددي لي هذه يا مرتبة. الآحاد عافية عليك، وهذه
العشرات. ممتاز يا بطلة، صح. يلا حيدر، يلا ماما قرأي العدد. 80. ممتاز، هذه شنو مرتبتها؟ أحد. عفية. ثاني عشرات. ممتاز يا بطل، عفية عليك. يلا آدم، هم قول لي يا عدد. نعم سانسي. يلا وين وصلنا؟ للأخير اللي هو قرأ. 70. 70، يلا هذه شنو مرتبتها؟ الأحد. عفية، وبعد هذه شنو مرتبته؟ عشرات. عفية عليك، هذه هي العشرات، صح. انتبهوا يا ماما، درسنا اليوم هو ترتيب الأعداد، كيف نرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر أو بالعكس. احنا اتفقنا من وصلنا لهذا الفصل قلنا أول من باوع على مرتبة العشرات. كل المواضيع اللي أخذناها بهذا الفصل اتفقنا أنه أول من باوع على مرتبة العشرات، أول من باوع على يا مرتبة أبطالي، على مرتبة العشرات. بهذا السؤال أريد من عندي أرتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. شلون أرتب هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر؟ انتبهوا يا ماما، أجي أول شيء أقرأ الأعداد 27 85 64. اتفقنا أول من باوع على مرتبة شنو ماما؟ على يا مرتبة أباوع؟ مرتبة العشرات. ممتاز، أول ما أباوع على مرتبة العشرات. هنا مرتبة العشرات 2، وهنا مرتبة العشرات 8، وهنا 6. مدام لاحظوا مراتبي شبيهة مرتبة العشرات، متشابهة؟ لا ما متشابهة، ليش؟ هنا 2، هنا 8، وهنا 6. إذا مرتبة العشرات مختلفة يحتاج أروح أباوع على مرتبة الآحاد؟ لا ما يحتاج أباوع على مرتبة الآحاد. رأساً أحدد منو يريد عندي بالسؤال؟ يريد أرتب من الأكبر إلى الأصغر، إذن راح أنظر فقط على مرتبة العشرات لأنه مختلفة. هنا 2، وهنا 8، وهنا 6. منو الأكبر؟ الأكبر أكيد 8. وحتى ما ننسى أنه هذا العدد أخذناه، اتفقنا نخلي هذه الخط اللي هو الشخطة، حتى ما ننسى أنه إحنا أخذنا حتى ما ننسى انه احنا هذا العدد اخذناه، ايش راح نسوي؟ راح نشخط هذه الشخطه وراح ننزل العدد. اجي انظر الى الاعداد اللي امامي، بقت لي 27 و64، ايضا راح نباوع على العشرات. نلاحظ هنا 2، هنا 6، من الاكبر اكيد 6، ايضا راح نضع عليها هذه الشخطه حتى ما ننسى انه احنا اخذناها، وننزل العدد. اذا اصغر عدد بيهم هو 27. هذه اللي في حالة كانت مرتبة العشرات مختلفة. إيش فيها مرتبة العشرات ماما؟ مختلفة، ما متشابهة. مثال آخر، رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. يريد من عندي بهذا المثال أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، أبدي بأصغر عدد وأنتهي بأكبر عدد. وين أول ما نباوع إحنا؟ على يا مرتبة أبطالي؟ على يا مرتبة نباوع؟ يا مرتبة مباوع، مرتبة العشرات. أول ما أباوع على مرتبة العشرات، هنا 8، وهنا 8، وهنا أيضا 8. زين، بهذه الحالة أنا أقدر أحدد من الأصغر ومن الأكبر؟ لا. إيش أسوي إذا مرتبة العشرات متساوية؟ وين نروح نباوع؟ نروح على مرتبة الآحاد. نروح على مرتبة الآحاد. مرتبة الآحاد بهذا العدد 7، وهنا 1، وهنا 4. يريد من عندي أرتب الأعداد من الأصغر، من أصغر واحد بيهم؟ 7 لو 1 لو 4 أكيد 1. إذن رح أشخط على 81 وأنزله هو أول عدد اللي هو أصغر واحد.
منو بقالي؟ بقالي 87 و84. أيضا أحدد، هنا عندي 7، هنا عندي 4، منو الأصغر؟ 4 أكيد، إذن أنزلها وعليه يكون العدد 87 هو أكبر عدد. وحتى نفهم الدرس أكثر أبطالي، نروح سوي أنا وياكم نحل بالكتاب. يلا حبايبي حضر كتابك، افتح كتابك ماما. فقرة أتأكد، سؤال رقم 1 في فقرة أتأكد، أريد من عندي أكتب العدد وأرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، وهذا السؤال هو حاله. نروح على سؤال رقم 2، أول شيء إحنا راح نكتب الأعداد. راح نكتب الأعداد، شلون راح نكتبهم؟ بطريقة نحسب مكعبات الآحاد اللي هي المفردة والعواميد العشرات اللي هي تمثل العشرة. يلا يا سما كتبي لي هذا العدد. سنتي. يلا حبيبتي. كم مكعب الآحاد؟ حسبيهم. 1، 3. عفية، 3. والعشرات ايش قد؟ يلا حسبي لي العواميد مال العشرات. 2، 3، 4. خلي ماما تطلع لك يا حبيبي. درس اسمه ترتيب الأعداد. يلا حسبي لي سما، حسبي لي بالشاشة، حسبي لي كم عشرة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. وين الستة؟ ماكو. حسبيهم مرة أخرى. 1، 2، 3، 4، 5. 5. يلا شو يصير العدد هنا أنا سما؟ إيش قد الآحاد قلنا؟ 3 و 50. ممتاز، 53. أحسنتي، صح. يلا خلي تساعدك ماما طلع لك الكتاب، الصفحة اللي إذا نسوي بها الواجب هسه حبيبي. يلا تانية العدد اللي بعده ردي لي حتى أكتبه. نعم سانسي. يلا حبيبتي انطيني هذا العدد، يلا كوني لي هذا العدد. الآحاد 3 والعشرات 2 يصبح العدد يساوي 23. ممتاز يا بطلة، أحسنتي، صح. يلا ريتاج كوني لي العدد اللي بعده. 1، 2، 2، عفية، 62. ممتاز، 62، صح. آخر عدد، يلا أحمد كون لي آخر عدد. يلا ماما. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6. عفية. 2، 3 يصبح العدد 30. ممتاز يا بطل، أحسنت، عفية عليك، صح. الآن يجي دور حيدر. حيدر أريدك تباوع على كل الأعداد اللي هسه إحنا كوناهم وتروح على مرتبة العشرات وقول لي مرتبة العشرات متشابهة لو مختلفة. يلا نبدي عدد عدد. حيدر أول عدد إيش قد العشرات؟ 3. العشرات 3. لا العشرات مو الآحاد. العشرات 5. 5، أحسنت. العدد اللي بعده إيش قد عشراته؟ 3 بس العشرات. بس العشرات. أول شيء الآحد هاي العشرات إيش قد ماما؟ 2. عفية، هذه هنا العشرات إيش قد؟ يلا العشرات اللي بعده 6. 6. وآخر عدد 3. 3. حيدر الآن العشرات اللي أمامك أنت طلعت لياهم شو تقول عليهم، متشابهين لو مختلفين؟ شوف هنا 3، متشابهين لو مختلفين، هنا 6، هنا 2، وهنا 5، شو تقول؟ يلا باوع عليهم أشرتهم بالأحمر. مختلفين. مختلفين، أحسنت. الآن يلا حيدر رتب لي هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر، منو أكبر واحد بيهم؟ وين بدنا نباوع احنا على مرتبة العشرات؟ يلا منو أكبر واحد بيهم؟ الستة.
ممتاز، إذا أول عدد كبير هو 62. أحسنت يا بطل، عفية عليك، صح. Yeah. اللي بعده مو أنت تحلي، يا لا مو أنت. Yeah. أحسنت حيدر. يلا فهد. العدد اللي بعده، يلا فهد. أخذنا 62، بعد نباوع عليها؟ لا. خمسة. منو ماما؟ خمسة. الخمسة، اقرأ لي العدد كامل. 55. لا لا، 53. 53، عفية، صح. أحسنت. يلا رقية، رقية. أخذنا العددين اللي شخطين عليهم إحنا، بقولي عددين، يلا بقولي عددين. رقية، أني مأشرة على مرتبة العشرات باللون الأحمر، هنا شقد العشرات؟ ثلاثة. هنا هنا هنا، هذا هذا يلا مأشرة علي أني، شقد ماما؟ اثنان. وهنا شقد مرتبة العشرات؟ ثلاثة. ثلاثة. من الأصغر، من الأكبر بيهم؟ اثنان. منو؟ اثنان. لا أريد الأكبر. اثنان و الثلاثة، منو أكبر؟ ثلاثة. ثلاثة. منو آخر عدد بقالي الآن؟ منو اللي ما اختاريته بعد؟ منو؟ ستة. ماما، أنا اللي شاخطة عليهم هالأعداد، شوفيهم شوفيهم رقية زين، بس شوفين هالأعداد أنا شاخطة عليهم، معناته أنا ما أخذتهم، بس عدد واحد أنا بعدني ما أخذته. يا عدد ثلاثة. أنا ثلاثة. 23. 23 هو العدد الأصغر. يلا حبايبي حلو. نروح على فقرة أحل أبطالي، نرتب الأعداد. أول شيء يريد من عندي أول سؤال فقرة أحل اللي هو رقم ثلاثة، يريد من عندي أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر، من الأصغر إلى الأكبر. يلا آدم قرأ لي الأعداد. آدم، سؤال رقم ثلاثة. 53، 24، 48. ممتاز. يلا آدم، شوف لي مرتبة العشرات. العشرات أول شيء 5. عفية، صح. وبعدين 3. ممتاز. وبعدين 4. عفية عليك. شبيهم مرتبة العشرات آدم؟ مختلفة. ممتاز، أحسنت، مختلفين. أحسنت يا بطل. الآن روان، يلا روان، أمامش مرتبة العشرات، طلعنا ياهم آدم وأشرنا عليهم باللون الأحمر، يلا أريد تختاري لي أصغر عدد بيهم. 24. ممتاز، 24. عفية عليك، صح. يلا زينب، بعد 24 من يجي؟ اي احنا بدنا ندور على الاصغر. اخذنا 24. 33. ممتاز، 33. احسنتي. يلا احمد، يلا احمد افتح الصوت ماما. منو بقالي؟ منو منو؟
نعم. يلا منو بقالي؟ أخذنا 24 وأخذنا 33. يلا باوع على الأعداد، شوف منو بقالي. إحنا بدنا نرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. ثمانية وأربعون. صح، أحسنت. يلا حسن، إذا أكبر عدد أكبر عدد منو يا حسن؟ 52. صح، أحسنت. سؤال رقم 4، يلا تانية. سؤال رقم 4، اقرأي لي الأعداد. يلا تانية. نعم. يلا ماما اقرأي لي الأعداد حبيبتي. الأعداد 99 و75 و79 و95. ممتاز. يلا تانية، الآن قولي لي مرتبة العشرات، العدد عدد. يلا يلا حددي لي العشرات. مو مختلف. يلا قولي لي العشرات، كل عدد. 9 اي 7 7 7 9 9. احسنتي. اذا بهذا السؤال، بهذا التمرين، انا شنو عندي؟ عندي عددين متشابهين بالعشرات وعددين مختلفين. احسنتي تانيا، صح. يلا يا ريتاج. ريتاج عندنا عشرات 2 بهذا السؤال، 9 و 7. لا، 9 و 7. 9 7 7 9. من الأكبر، 9 لو 7؟ 9. إذن إحنا راح نروح نباوع على الأعداد اللي عشرات مالتها 9، لأن إحنا درتب من الأكبر إلى الأصغر. زين، أنا عندي منو اللي أنا حوطتهم بدائرة، هم اللي عشراتهم 9. يلا، عندك هاي 9 وهذه 9، يلا منو الأكبر؟ وين تروحين تباعين إذا العشرات متساوية بالعددين؟ الآحاد. يلا، شقد الآحاد هنا؟ 99. الآحاد شقد هنا؟ 9. وهنا الآحاد شقد؟ 99. ماما بدنا نباوع على العددين اللي مرتبتهم العشرات 9. هاي ماما، هاي وهاي، هاي 9 وهاي ايش قد رقمها؟ يلا من الأكبر؟ 9. قري لي عدد كامل، من الأكبر؟ 99. ممتاز، إذا أول عدد كبير هو 99، صح. يلا مريم، أخذنا 99، رجعي باعي لي على الأعداد وشوفي لي مرتبة العشرات. يلا، إيش قد العشرات هنا؟ 7. وهنا؟ 7. وهنا؟ 9. يلا، من الأكبر بالعشرات؟ 9. 9. إذن راح أختارها هي، لأنه 9 أكبر من 7، صح؟ قري لي العدد كامل. 95. ممتاز، إذن العدد اللي بعده 95، راح أشطبه وأنزله. أحسنتي مريم. يلا حيدا. 95. يلا ماما، الآن بقى عندي عددين، منو منو بقالي حيدر؟ منو منو بقالي؟ يلا بقالي العددين اللي مرتبتهم مرتبة العشرات بيهم 7، صح؟ صح. يلا قرالي العددين اللي مرتبتهم العشرات 7.
خمسة وسبعون. عافية. والعدد الآخر؟ وسبعون. يلا من الأكبر؟ تسعون. لا. تسعة. و سبعون. تسعة وسبعون. إذن أصغر عدد يا عدد حيدر، أصغر عدد بيهم؟ تسعة وسبعون. لا لا، أشوف لي منو بقالي، منو بقالي أنا ما شخطت عليه، منو؟ منو؟ خمسة. عافية. ممتاز، إذن أصغر عدد هو الخمسة وسبعون. عافية حيدر، صح. يلا حبايبي نروح نحل اختبار الفصل بسرعة. يلا رقية كتبي لي عدد العشرات. يلا بهذا السؤال رح نكتب عدد العشرات. كم عشرة عندي هنا؟ وين؟ هنا. كم عشرة؟ كم عمود؟ ثلاثة. ثلاثة، أحسنتي. وهنا كم عشرة عندي؟ خمسة. عافية عليك، صح، خمسة. يلا تانيا، سؤال رقم اثنان. اشترت نادية ثلاث مجموعات من المكعبات، ثلاثة مجموعات من المكعبات. كم مكعب عندها إذا اشترت هي مجموعة ثلاث مجاميع؟ شوفي هاي مجموعة وهاي مجموعة وهذه مجموعة، يعني كم مكعب عندها إذا هن ثلاث ثلاث مجاميع؟ كم مكعبة؟ يعني عليها 30. ممتاز، أحسنتي، 30. كل مجموعة بيها 10، أحسنتي. يلا سما اقرأي لي العدد. كم سنتي؟ يلا حبيبتي اقرأي لي العدد. سنتي. اقرأي لي العدد أول شيء. 35. أحسنتي، يلا شقد الآحاد؟ 35. الآحاد خمسة والعشرات؟ 30. ثلاثة، أحسنتي. اللي عدد الأسفل اقرأي. 47. أحسنتي، إيش قد الآحاد؟ أربعة. الآحاد؟ سبعة. سبعة، والعشرات؟ أربعة. أحسنتي، أربعة، ممتاز. يلا ياسر. نعم شانسي. يلا حبيبي، سؤال رقم أربعة. أريد من عندك تنظيني ثلاث أعداد الآحاد مالتهم أربعة. مثلاً أنا أقول لك مثلاً 54. شوف العدد 54، الآحاد مالته شوف 54. شوف الآحاد إيش قد؟ أربعة. أربعة. نفس الشيء أريد. يلا أعطيني هسا أنت أعداد. ثلاثة أريد. يلا. يلا ثلاثة و. ثلاثة وأربعة. صحيح. صحيح لو خطأ شو تقول؟ شلون ثلاثة وأربعة؟ ليش الآحاد؟ أنا أريد الآحاد أربعة. شوف شوف ياسر اكتب رقم أربعة. اكتب ثلاث مرات أربعة وجواها أربعة وجواها أربعة. يلا. هنا أربعة. يلا الآن مرتبة العشرات أنت خلي لي، أنت خلي لي أي عدد يعجبك. أي عدد هنا خلي لهم عشرات. يلا مرتبة العشرات أنت اختار كيفك. أي رقم؟ اختار مثلاً رقم حتى تصير عشرة. يلا من الواحد إلى التسعة اختار. يلا يم كل أربعة خلي لي عشرات. يلا اكتب، اكتب لي. يلا اكتب لي يم الأربعة اللي كتبتهم. أول شيء اختاريت خمسة، بعد اعطيني عدد آخر. بعد خلي رقم. أي رقم؟ إيه بعد هسه ايش قد صاروا؟ يلا الان اقرا لي الاعداد اللي طلعت لك. يلا ايش قد طلعت؟ هاي شنو؟ خمسة، أربعة وخمسون، أربعة وخمسون، أربعة وستون،
74. ممتاز، كل كلامك صحيح، لكن أنا اختاريت أعداد أخرى، مثلاً اختاريت 14. شوف ياسر، الآحاد مالتي 4 والعشرات 1. كلامك صحيح وكلامي صح. العدد الآخر 24، أنت اختاريت شقد 64 يمكن؟ وأني اختاريت آخر عدد 34، أنت اختاريت غير عدد أني وأنت اللي كتبناهم صح. ممتاز يا بطل، أحسنت. الآن رح تحلي هذا السؤال زينب. يلا زينب، أريد ثلاث أعداد الآحاد مالتها يساوي عشراتها. يساوي عشراتها يعني الآحاد والعشرات نفس العدد. مثلاً أنا رح أقول 11، بعد 11 العشرات متساوين. أعطيني غير أعداد. 22، 33، 44، 55. يا بطلة ممتاز، أحسنتي زينب، ممتاز. كل اللي قالته زينب صح، واللي أنتوا راح تقولونه أيضا صحيح، لكن أنا اختاريت 11، 22 و99. يلا يا أحمد، سؤال رقم 5، أعد بالخمسات. قرأ لي العدد. 75. يلا زيد لياهم 5. 66. 75 أريد تقفز بيها 5، يعني بعقلك 75 وبإيدك 5. ممتاز زين. اللي بعد ايش قد؟ 90. لا، 85. يلا زيد لياها 5. 90. ممتاز، أحسنت، 90 صح. يلا مريم. ناسنسي. يلا ماما عدي لي بالعشرات، يعني راح نزيد 10 10. ايش قد مكتوب هنا؟ 20. اللي بعدها 30. أحسنتي، 50. ممتاز، 50، 60. أحسنتي يا بطلة. يلا آدم، سؤال رقم 7، اكتب العدد السابق والتالي وبين العددين. يلا قرأ لي أول شيء العدد. هاي سؤال رقم 57. سؤال رقم 7. أول عدد 36. يلا ما هو العدد السابق ل36؟ 35. ممتاز، والعدد التالي ل36؟ 37. ممتاز، أحسن صح. يلا فهد. فهد اقرأ لي العدد. 51. ممتاز، أريد العدد السابق يا فهد. 50. ممتاز، والعدد التالي ل51؟ 52. أحسنت يا بطل، ممتاز. يلا روان، أريد الآن ما بين العددين، قرأي لي العددين. 46. ممتاز، وهنا 48. يلا، ما هو العدد ما بين 46 و 48؟ 46. باي، شوفي العشرات ثابتة روان، باي العشرات هنا 4 وهنا 4. أنا أريد العدد ما بين 46 و 48. يلا. يلا كملي ناجكت. 46. ثمانية. سبعة. و. 47. ممتاز، يلا سوي لي العدد اللي بالأسفل، قري لي يا أول شيء. 79. ممتاز. 81. عافية عليك. يلا، شنو العدد اللي بين 79 و 81؟ 79 شنو يجي وراها؟
أي؟ 80. ممتاز صح 80 عافية. يلا حسن. حسن سؤال رقم 8. انتبه وياي يا ماما. وزعت 56 بطاقة حمراء. انتبه وياي. أنا راح أظللهم بقلم حتى تكون واضحة أمامك. وزعت 56 بطاقة حمراء وثلاثة وأربعون بطاقة صفراء وخمسة وستون بطاقة خضراء. الآن رتب لي هذه البطاقات من الأصغر إلى الأكبر. يلا وين نباوع أول شيء؟ على يا مرتبة؟ عفية. يلا يلا انطيني أكبر عدد. لا أصغر عدد عفوا. أصغر عدد شنو ماما؟ أصغر عدد احنا نرتبهم من الأصغر إلى الأكبر. عندك 56 و 43 و 65. 43 صح. بقت لك منو منو؟ 56. يلا منو الأصغر؟ باوع على العشرات. صح. إذا أكبر عدد هو 65. ممتاز 65 عفية عليك. صح. أبطالي واجبكم تحلون صفحة 59 في كتاب النشاط وترسلوا لي إياها على الخاص. إلى هنا ينتهي درسنا أبطالي. حتى ألقاكم أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إلى اللقاء.